سعيد قومي نشي، أذن عصر. واي واي وابوي وابوي، أحس عمري متوحية يمي وراسي آنس بينقع علي. شو هالريحة؟ هذه ريحة المندي حبيبتي اللي اشترتها مخمص وكلتوه وبعدين متوه. حشة يمي، تقولين ريحة بقر راقدة تفزر. ها اندوج حضيره ما شاء الله. ويدي منو جاينا الحين؟ عنبو ما وحال الامام يقول لا اله الا الله. ام علاوي قومي واجي من الدريشه شوفي منو. يلا بالستر، ما نبى احد يدخل علينا والبقر مسدحات والريحه فايحه، بصير اسوي ضوء حق الدخول. سعيد في وحدة أجنبية برا. ويدي إنجليزية بطلي لها الباب، لبد سايحة وتتحسبنا حديقة حيوانات، ما لومها يمي ريحة بقر. أوكي بسم الله. شو مستوي؟ بلاكن ويدي هاي منو؟ شو جدلها؟ أنا بعترف أنا جتلتها. صخي أنت يا البقرة توش واعية. هي فديتني. ها شوفوا ما ماتت، أكيد تتحرك. اكسكيوز مي ار يو اوكي؟ أمي؟ أم خماس؟ لا 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 أنا أكيد أحلم، شكله غف علي وياب لي يا ثوم. الحمد لله على السلامة خالتي، أنت وين من سنين وليش على هاللعبة الكبيرة على ظهرك؟ أحس هالولد نشد عني، ما كان عندي بنت ربيتها 9 شهور واستعملتها وهي صغيرة ودرت شغلي والغنى بسبتها، وآخر شيء مرتني بدار العجزة ويوزتني واحد خصم. أنا؟ أنت صحتتي بين الريال وكسرنا ظهره بالمحر والطلبات وما قصر وسوينا شاك برعرس وزفتش أحلام، شو تبين بعد؟ يمي هذا الريال عينه زايقة. وديش قال زايقة والريال عمي؟ القلب يشوف يمي. لو القلب يشوف كان أنت أرملة من زمان. عدال أنت أبوك كان أبيض منه ما شيء وكان زطي. أذكر يوم أنت في بطني توحنت عن قور أنا بسود وما طايب لي وطلعتي أنت بيضة 10 دبوج بس بكبرج وحمة. ويدي وحمة؟ لا قالت فحمة شرات لي في متخنج وربيتك وعلمتك تلبسين الصروال والجلابية ولبستك البرقع. أمي؟ وبعدين ودرت الفن وأنا في عز شبابي، كنت مطلوبة من عرس لمالد لزار كله ودرته عشانك. يوم كبرتي علمتك اياه كله، ليه ما سويتي فنانه ونسيتي امك؟ ام خماس عادي اعقص شعر ربيعتك في خاطري. ويدي خليها ما يخصك فيها، هو يبكي. مين يدو في ريال برا يدور حرمته، يقول حرمته حلوه وطويله. هاي انا اقرب. وينك غناتي؟ شكلتي خليتيني عند محل تحميض الصور وروحتي. سامحني الغالي سامحني غناتي، قلت ما مر على بنتي اللي ما تنشد عني. زين وليش غيرتي رايك ويتي زرب بقر؟ احترم نفسك. وافضيحتنا. يحافظ على هاليد الناعمة اللي ما قد يوت شراتها. ويدي والعود عود موزر ويان. صدقك يا ابويا بس متعلقة علي السبلان. ولا يينا للشعر شلال طايح علمتون ما شاء الله. يدو هذا مينون يتحسب اللعب حرمته. إيه والله ما يدري إنه هو اللعبة. عاد أنا كنت في محل تحميض الصور
ويب صور سفرتنا. الله يسلمك، أنا وديت حرمتي قايد الريم على هذا اليخت اللي يطوف الخليج كله، الكروز الكروز. شوفي طال عمرك، هاي صورتنا في قطر. هي يا حافظ. وهاي في البحرين. هي يا حافظ. يدو عقب كم من يوم حفلة المدارس كلها، ولازم صفنا يسوي غنية، وأبي يدو أم خماسة تساعدني. أوه سامحني الغالي، أنا موعد صفقهم تفاحة وموزو. ويدي وليش ولدنا ما تساعدينه؟ ويدي ولدكم على عيني وراسي، بس الأهلولة هم أحوط لخدماتي الفنية. ما شوفش عيال بديتيني في شيء. قم حبيبي قم غناتي، خلنا نسير عند أهلك نراويهم الصور. أنا ما تملي أهلهني. الله يحفظكم انتو الثلاثة. أوف والحين سو يعني بنخسر وما بنحصل الكاف؟ أنا بساعدكم حبيبي. لا بليز، آخر مرة أنتي ساعدتينا وطلعنا الأخير، خليتينا نغني فرنسي. أنا بسير عند أمي يمكن هي تعرف حد. أوه وأنا وراي بروفات حق أحفادي، الكاس خماس إن شاء الله. أقولكم تم من المندي شيء؟ إيه أنا عندي خبرة بهذا المجال بالشام، 30 سنة وأنا بدرس مسرح للأطفال، وكل سنة بيفوز الصف تبعي. إيه ما تعتلي هم يا أم الناس. خماس خماس وبالناس. شو خناس؟ إيه حدا بيسمي ابنه خناس على الشيطان؟ اسمه خماس وبخناس. شو حلبلة انتي، لو بتاريخك البار في هالأمور كان دورت حد ثاني غيرك يعلم الصغار اللوحة الاستعراضية. انتي جاهزي للمصاري وما تعتلي هم، أنا راح أخليهم فرشات بتيروا على المسرح وبيغنوا مثل البلابل بالشجر. ويدي يومي عيالنا مو فراشات صرانيخ. انا اباك تعلميهم شيء سهل، اغنيه هالصيصان. شو حلوين ولو معروفه وسهله، ولو انه كلماتها بسمع غير عنها بالشام. ويدي هالصيصان ما فيها غير عن المعروف، انت اشتغلي وحسابك عندي، ولا تنسين ما بحد يدري قدام الناس انا المخرجه. اوكي علي عنك يا عبود، ما يندرى شو سوى. حبيبتي الكاس خماسي. أم خماس انتي مو بلازم تكونين ورا ويا الأطفال؟ المدرس الشاطر يخلص شغله قبل، وأنا واثقة من طالباتي. أعزائي أولياء الأمور، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لدعمكم هذه المناسبة والتي نحتفي بها بإبداع أطفالنا وهم يحتفلون بالأم، ونتمنى أن تستمر هذه التجربة الإبداعية وتعمم على مستوى الدولة إن شاء الله. يلا بسم الله نبدأ. رحبوا معي بالطالبة ميرا من الصف الثاني الابتدائي. أمي يا نبع الحنان، يا أحلى ما جاد الزمان، أمي يا كل الغرام، حبي أنت والاحترام. أمي يا غيم السماء والقمر في هذا المساء، أمي بك أحتدي وبك أبدأ وأنتهي. شكرا. لوحة استعراضية فاشلة. والآن مع طلبة الكي جي ون. يا دورنا، شوف الإبداع.
شو سويتي يا مخماس؟ دمرتي الغنية. هالفيران شو حلوين عم بيدوروا حول أمهم مبسوطين. حسبي الله عليك شو سويتي؟ أنا قلت لك صيصان مو فيران. وليه؟ أنا سمعت فيران لك، حتى قلت لك غريب الكلمات عنا وعنكم غير. عم بيدوروا حول أمهم مبسوطين. رجالي السما يا مخماس، رجالي السما يا مخماس. مثل ما وصيتكم كل واحد يأخذ مكانه، ولازم تخنون بصوت واحد. بس يدو الأغنية وايد صعبة. توكلوا على الله وما شي صعب، والكاس إن شاء الله من نصيبنا. والآن مع فقرة الصف الثالث الابتدائي. حلتني 9 شهور وكأنها 12، قالت لي كنت عصفور والحين صاير وحش. ربتني لين كبرت وعالصالة ثبرت وعليها ما تكبرت. أمي 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 يا بيام الدراسة جلدت لي كتاب. يوم دخلت الجامعة قالت خذ آداب، كفو عليك يا مخماس، كفو. بيضت الويل. الكاس خماس يا مخماس، الكاس خماسي. Thank you.
الجمعة دور.